البارح الراجة تشوه فريق الرجاء البيضاوي شوه بالمغرب مشاو يمثلونا في السعودية وشوهوا بينا أخويا وما كيمثلوش قاعد البلاد خداو ثلاثة وكانوا يقدروا يخرجوا بكتر وتلبيت اللي ماركا وماركا والخرين على راسهم وفينا هي آلو آلو الوليدة صيفط العاق الرجا باق ما فرقة ما والو وصلوا لذاك ربع النهائي بالتساطيح. هاد الهضرة تقالت بزاف البارح في الشارع المغربي وفي القهاوي وسيرتو القهاوي كازا. اليوم بإذن الله غادي نشرح لكم شنو طرا وعلاش الرجا خسرات وعطيوني الرأي ديالكم. الرجا البارح اخوتي خواتاتي كانوا لاعبين ربع النهائي ديال كأس سلمان اللي كتجمع بزاف ديال الانديه عربيه منظماها لو اف ا الاتحاد العربي لكره القدم اللي كانت تنظم في 1947 شحال هادي في مدينه طرابلس الليبيه. 37 فرقه اللي غادي يلعبوا في هذا الكاس في ثلاثه ديال المدن السعوديه طائف البهاء وابها واللي غادي يربحها غادي يدي عشرات المليون ديال الدولار زباله ديال المال بزاف ديال الفلوس هي يقول واحد عشرات المليار سنتيم ديالنا. اي فرقه واي نادي في العالم يقول لهاد الفلوس مرحبا حتى الانديه الكبار. وقلعوا معايا شكون كان الحامل ديال هاد اللقب واللي ما كانش سميتو ديال كينغ سلمان كان سميتو كاس محمد السادس للانديه الابطال. شكون اللي داه واش عرفتوا ولا لا؟ ايه الراجا اللي كيشمتوا فيها عباد الله البارح هما اللي داو النسخه اللي فاتت ديال كاس محمد السادس والراجا كانوا ضربوا الاتحاد اللي دابا كتخلع اللي فيها بنزيما نقولوا كانطي الى اخره ربحوهم في الفينال وداو الكاس وداو في اليسار. دابا بغيتكم ترجعوا معايا لديك ليبو شكون اللي كان كيدرب الرجاء؟ واحد المدرب سميتو لسد الشابي تونسي الاخوان وكيورك ليا على اللعاب وسمعوا كيفاش كيهضر. امانه ديما نقول مقابله الكاس تتلعب تتربح قبل ما تتلعب تتربح قبل ما تتلعب تتربح قبل ما تتلعب برافو الاولاد. المهم ما عليناش الراجا هما اللي كانوا حاملين هاد اللقب يعني فاش دخلوا لهاد النسخه الجديده كاع الفرق كانوا عينيهم على الراجا العالمي. واش قلت عالمي؟ اييه وكنوزن كلامي. بغيتكم ترجعوا معايا ل 2013 والكاس العالم ديال الانديه في مدينه مراكش فاش تحيد الصباط لواحد اللاعب سميتو رونالدينيو فاش يا جور ومتولي خيطوا لي تيران وفاش جا الملك محمد السادس الله ينصره ومولاي رشيد ومولاي الحسن ملعب ديال مراكش في الفينال باش يحضر الفينال ضد البايرن وما ادراك ما البايرن ديال ديك الوقت وبزز باش ربحوا البايرن والراجا دخلت للتاريخ وبينات العالميه ديالها. انا شخصيا داك العام اللي تلعب في هذا المونديال كنت سافر لدوله البرازيل وفاش كانوا كيسولوني منين جاي كنقول لهم ام فروم موروكو وكيقولوا لي موروكو الراجا الراجا كازابلانكا الراجا. ايها الاخوان بدون مبالغ في البرازيل عرفوا المغرب بالراجا ولاو بزاف ديال الناس عارفين المغرب بالراجا. الا ما كانتش هذه عالميه الله اعلم هتقولوا لي النصر راه يلا طلعوا للبارح. شكون اللي كان كيدرب ديك ليبوك الرجاء العالمي اللي حقق هذا الانتصار التاريخي؟ واحد السيد تكونوا سامعين به تكونوا كتعرفوه وتكونوا تتفرجتوا في ليزانترفيو ديالو. جي مي سون فريمون ايمي سي ان جور اكستراوردينير بور موا سي فانتاستيك المهم هذا الماضي والحاضر هو البارح وكانوا الناس كيشمتوا كيعايروا كيضحكوا كيتنمروا على الراجا. انا شخصيا ما عزيزش عليا البكا وما عزيزش عليا اللوح اللوم على شي حاجه خارجيه عزيز عليا المحاسبه ومحاسبه النفس. ولكن هنا راه كنهضروا على فريق والراجا سبب لهم في الخساره ديالهم شخص من الداخل من الداخل للراجا. ايه وكنوزن كلام الراجا لعبوا البارح ضد النصر السعودي خسروا بسبب شخص واحد ماشي الزنيتي اللي ما جبتش الكوار ماشي اللعاب اللي يضيعوا الكوار. هاد الشخص يلاه جا للراجا هادي شي شهر وشي حاجه واحد الشخص سميتو جوزيف زين باور وهو المدرب. ايها الاخوه هو اللي تسبب في هاد الخساره وغنشرح لكم علاش. ايوا سيادنا قبل ما تلعب الراجا مع النصر كانت دارت واحد الندوه صحفيه وجا مغربي صحفي وطرح واحد السؤال على جوزيف زين باور وقال ليه ان رونالدو بوحدو داكشي اللي كتخلص في العام كيساوي الميزانيه ديال الراجا اللي كتخسر في العام ب 20 يعني الميزانيه ديال الراجا كامله اللي غتخسر في 20 عام هو الصالير ديال رونالدو بوحدو في عام. بلا ما نهضروا على ساديو ماني بلا ما نهضروا على تيليس بلا ما نهضروا على بروزوفيتش بلا ما نهضروا على ديك الريكه كامله اللي عندهم. انا غناخذ من الكلام ديالك المدرب زين باور انه صراحه يعني قيمه اللاعبين ديال النصر تفوق بكثير القيمه السوقيه ديال لاعبين الرجاء. الا شفنا انه
فقط التوقيع السنوي ديال رونالدو فهو يساوي يعني الميزانيه ديال الرجاء لمده 20 سنه، يعني سنه واحده لرونالدو تساوي 20 سنه ميزانيه الرجاء ككل. ولكن الا تعتقد لانه هذا المعطى ربما يتكسر لما تنشوفوا مثلا المنتخب الوطني النسوي المغربي، يعني رغم انه حتى واحد ما راهن عليه ولكن تجاوز المنتخب الالماني في كاس العالم. وشنو جاوبوا المدرب؟ انا الاخوان كنتسنى شي صحفي يهز شي صنداله ويشير عليه كما شيروا على جورج بوش واعتذر على هذه الهضره. انت هذا ماشي جواب ديال ليدر، انت راك مدرب، انت اللي كتعطي الروح. هالي لوزيتش فجا القجع وقال لي سير فحال، انت ما بقاتش ديك الروح وسط الدراري، ما بقاوش مآمنين، وفجا الركراكي زرع وعلمنا النيه. حيت البارحه الاخوان الراجع لعبوا وكانوا غادي ياكلوا النصر في دوزيام ميت، بروميير ميتو ما كانوش مآمنين، وماشي الغلط ديالهم، الغلط ديال هاد خونا، سمعوا شنو قال. You can't compare this now with our team. حنا عارفين حنا ما نقدر نقارن فريقنا بفريق النصر ولاعبين النصر، عارفين القيمة السوقية للاعيبة النصر، وما نقدر نقارن أبدا، ما في أي مقارنة بين الرجاء والنصر. بدا كيمجد في كريستيانو، بدا كيقول لهم راه عندهم فوفانا، بدا كيقول لهم راه هما واعرين وعندهم احسن لعابه وهما طيارات وحنا غير الراجا وحنا هادي غير البري سيزن. هادو الماتشات ديال قبل الموسم عشرات المليون ديال الدولار تما صاحبي، وكتقول لينا الماتشات ديال قبل الموسم، وهذيك راه ماشي الراجا، لا هذيك راه الرجاء العالمي راك هز الثقل، هذوك راه رونالدينيو كيدقدقوه، هذيك راه عندها تاريخ، هذيك راه عندها جمهور اللي دي بلاصه تبعكم لديك المدينه اللي بعيده، خاصك تسوق 11 ساعه موبيل باش توصل ليها في الصحراء. هذا لونترينور اللي جابو الراجا هذا الشهر عنده عقليه ديال شخص لوزر، داخل باش يخسر ما داخلش باش يربح، وهذا الشيء اللعابه غادي يحسوا به. وهذا الشيء اللي شفنا في بريمير ميتون، دخلوا الدراري مدهشرين هي فاش كلاو دوك ثلاثه البيوت. في الدوزيام ميتون ما شفنا لا رونالدو لا فوفانا لا بروزوفيتش لا تيليس لا كوريت، شفنا الراجا ثم الراجا ثم الراجا. وشنو علمنا وليد الركراكي؟ علمنا النيه. شنو قال لنا في النيه؟ قال لنا الكره كتضرب البوطو وتقدر تدخل وتقدر تخرج، ديروا النيه باش تدخل. شكون اللي خاصو يدير النيه؟ الجمهور واللعابه ومن الاولين. وشكون اللي كيخلي اللعابه يديروا النيه؟ لونترينور الركراكي. هذا ما خلاهمش يديروا النيه الاخوان، في الاول بقى كيشكر كيمدح كيشكر كيمدح كيشكر، وقال لهم حنا غير راجعوا حنا صغار وحنا داخلين باش نلعبوا وحنا غنحاولوا، لا جانا شي بيلانتي تخيلوا معايا، قال لهم لا جاتنا شي فرصه ولا جوج، ما جاتش فرصه ولا جوج، جاوا عرام السواعده تخلعوا. واش كتقارن النصر اللي يلاه بداو كيانجيكتيو في فلوس بالراجا؟ شوفوا معايا وقارنوا غير الجمهور ديال البارح، انا ما كنطيحش من الجمهور ديالهم بالعكس فوق راسنا، ولكن راه ما كيتقارنش بالالترا ديال الراجا. واش هما شادين داك البالو كيغنيو يا نصر يا نصر؟ اتقارنوا ليا بالراجا؟ راه ماشي نفس التاريخ، ماشي نفس العقليه، ماشي نفس الجرينطا. حنا عندنا النيه اخويا لونترينور. خوتي خواتاتي انا ما راجاوي ما والو، كنهضر حيت مني شفت ديك الانترفيو فقست وجعرت، ماشي بحال هكا كيهضروا لي زونترينور. كون كان هذا المدرب بحالو جبناه للمنتخب كون والله لا درنا شي حاجه في ديك بدومون. وزعما الصحافي فاش طرح عليه السؤال قال لي راك شفتي ديالنا، حتى واحد ما كان كيقول غير ربحوا وخسرنا ضد الالمان وتاهلوا، ورغم هادشي كامل جاوبوا هاد الجواب ديال لي لوزر هو السبب ديال الخساره والاقصاء دراجة. اما الاخر الاخوان راه رونالدو فاش كان لعب ضد الركراكي راه كان اشرف داري اللي جاي من البطوله، وكان بدر بانون اللي جاي من البطوله، ما خلاوش يتنفنف. وهادشي رونالدو كان عارفه، حيت هادوك كانوا دايرين النيه. الدراري البارح ما خلاهمش هذاك يديروا النيه، بالعكس حطمهم. ومني بدا الماتش هو جالس، المدرب ديال النصر اللي عنده فرقة قد سخطو كيغوت كيقول لهم زيدوا رجعوا، هو خاسر في دماغه داخل خاسر جالس. البارح فريق الرجاء البيضاوي بين على مستوى عالي من كرة القدم وشرف المغرب وخلع ليه النصر برونالدو ديالو اللي كيتخلص 20 مرة الميزانية للرجاء، ساديو ماني اللي جايبينو بزبالة بفلوس، وكاع دوك السميات اللي عندهم تخلعوا من فريق الرجاء البيضاوي. وإلا هذا الماتش عاود تلعب وتحيد المدرب وحطيتيهم في ستاد دونور وتهز التيفو ديال الرجاء، كاين احتمال كبير أن رونالدو ما يدير حتى لعبة كما ما دار حتى لعبة قطر.